السابعة بتوقيت القدس الشريف، نشرة مفصلة للأنباء من الميادين نبدأها بالعناوين. موسكو تؤكد صد الجيش السوري وفصائل مسلحة هجوما كبيرا للنصرة في المنطقة الجنوبية. غارات عراقية على اجتماعات قيادية لداعش في ريف دير الزور، والعبادي يؤكد أن تحدي الانتخابات ليس أكبر من الإرهاب. صحيفة معاريف الإسرائيلية تكشف عن لقاء جمع بن سلمان ونتنياهو في عمان، وتواصل التسريبات حول صفقة القرن. تركيا تدخل الصمت الانتخابي بعد سجالات عنيفة بين إردوغان ومنافسه عشية يوم الاقتراع. في السابعة أيضا، دير القديس هيلاريون كنز أثري يخفي قصة حضارات تشهد على عراقة التاريخ في غزة. مرحبا بكم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 1000 مسلح من جبهة النصرة هاجموا مواقع الجيش السوري في منطقة خفض التصعيد الجنوبية. مركز المصالحة الروسي أعلن أن الهجوم استهدف الفرقة التاسعة التابعة للجيش السوري في محيط منطقتي دامة ودير دامة، وقد أشار المركز إلى أن الجيش السوري تمكن من صد الهجوم. أشار بيان المركز إلى أن فصائل من الجيش السوري الحر لجأت عبر مركز المصالحة إلى طلب الدعم من قيادة الجيش السوري لصد هجمات مسلحي النصرة. فتح قرار مجموعة من ألوية العمري بالقتال إلى جانب الجيش السوري ضد جبهة النصرة فتح الطريق أمام مجموعات مسلحة أخرى لسلوك الطريق ذاته، خطوة تضعف من سيطرة المجموعات المسلحة المرتبطة بغرفة الموك والاستخبارات الإقليمية. محمد الخضر. استعراضات عسكرية لأكبر المجموعات المسلحة جنوب سوريا تسبق ساعة الحسم. فرقة شباب السنة المتمركزة في بصرى الشام وتعداد يزيد على 6000 مسلح، وجيش الثورة المنتشر بين المزيريب ونصيب جنوبا، وجيش العشائر على الحدود مع الأردن، وفرقتا 18 من آذار والحمزة المنتشرة في ريف درعا الغربي وغيرها، مجموعات مسلحة يزيد تعدادها عن 25000 مسلح. حولت القنيطرة ودرعا إلى جغرافيا مرهونة بغرفة المك وتعليمات أجهزة الاستخبارات الأمريكية والسعودية والإماراتية. واقع قررت دمشق حسمه باتجاه إنهاء الحالة المسلحة، فعودة الدولة إلى تلك الجغرافيا بالغة الأهمية. لا، هي ليست علاقات تسليح فقط، هي ارتباطات استخباراتية اجتماعية صحية. يعني تعرف أنه الجرحى خلال 10 دقائق أو ربع ساعة كان يكون الجريح من أي مكان في الأردن أو حتى في إسرائيل. وأظن حتى زيارة نتنياهو الأخيرة إلى عمان بوجود الأمير محمد بن سلمان كانوا بنفس الوقت، هي للتنسيق نقل الجرحى والذخيرة والأسلحة والمواقف السياسية. فشلت كل جرعات الدعم المالي والتسليحي الخليجي والغربي لتلك المجموعات. رهان الإسرائيلي على حزام أمني تلاشى بالتدريج مع تقدم الجيش السوري على كامل جغرافيا ريف دمشق الغربي. مجموعات أدركت عدم جدوى المواجهة وانتقلت إلى التسوية. الطريق الذي بدأته ألوية العمري يشجع فصائل أخرى على العودة إلى خيار الدولة. هناك بعض الفصائل بعيدة عن الاحتكاك المباشر أو تلقي الأوامر مباشرة من المشغلين، يعني هي تابع لتابع. هذه الفصائل عندها نوع من الحرية أو هامش في اتخاذ القرار، وهذا الذي نعول عليها في أن ممكن أن تسعى لتسوية أوضاعها. ألوية العمري مهدت طريق التسوية في منطقة اللجات القاسية بتضاريسها الوعرة، خطوة تشجع كثيرين على الإقدام بعيدا عن تهديدات الفصائل المسلحة التي اغتالت أكثر من 10 وجهاء وعاملين في المصالحات خلال أقل من شهر. الارتباط المالي والتسليحي بالخارج يجعل قرار مسلحي الجنوب بالحرب أو التسويات مرتبطا بما يمليه المسلحون. قرار حسمته دمشق باتجاه عودة الدولة إلى المنطقة الجنوبية وإنهاء الحالة المسلحة بالكامل. محمد الخضر، دمشق، الميادين. بموازاة ذلك، يواصل الجيش السوري وحلفاؤه عملياتهم العسكرية ضد تنظيم داعش في مثلث دير الزور حمص السويداء لربط البادية بالمحافظات الثلاث، وصولا إلى الحدود السورية العراقية لتأمينها بالكامل بسانت الراف.
تتواصل العمليات العسكرية للجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة في مثلث دير الزور حمص السويداء بهدف إنهاء جيب داعش الأخير في بادية دير الزور والتضييق على مسلحيه الموجودين في قاعدة التنف لإجبارهم على الانسحاب أو طردهم نهائيا من المنطقة وتأمين كامل الحدود السورية العراقية في منطقة غرب الفرات المعروفة بالشامية مع وصل الحدود السورية العراقية من جهة والسورية الأردنية من جهة أخرى. يتزامن ذلك مع عمليات عسكرية واسعة يخوضها الجيش وحلفاؤه في الجنوب السوري. أكثر من 1200 كيلومتر مربع في بادية دير الزور عادت إلى كنف الدولة السورية بعد عملية عسكرية ناجحة للجيش بدأها من بلدة الدوير في ريف دير الزور الشرقي باتجاه الجنوب مرورا بقرية المعايزلي حتى المحطة الثانية ومنها قامت وحدات المشاة والاقتحام بعملية التفاف طوقت من خلالها الجيب الأخير لداعش الواقع بين المحطة الثانية وفيض بن موينع ومدينة الميادين وطهرته بشكل كامل من التنظيم. تحرير الجيش السوري لقرابة 15 قرية في ريف السويداء تزامن مع شن هجمات على المنطقة الممتدة بين سد عويرض وجنوب حميمة إضافة إلى تحرير 15 قرية أخرى لتصبح المنطقة بالكامل آمنة بمساحة 2500 كيلومتر مربع وصولا إلى الحدود السورية العراقية. أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية فارس استشهاد القائد العسكري في الحرس الثوري الإيراني العميد شهرخ دايبور خلال مواجهات مع تنظيم داعش في مدينة البوكمال السورية. وأوضحت الوكالة الإيرانية أن الشهيد هو من مدينة كرمانشاه غربية إيران وقد عمل في البحرية الإيرانية وكان قائدا عسكريا خلال الحرب العراقية الإيرانية. شنت طائرات F-16 عراقية غارات استهدفت اجتماعا لقيادات تنظيم داعش في ثلاثة مواقع لهم بمنطقة هجين السورية والتابعة للبوكمال في ريف دير الزور. كما أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية القيادة أعلنت أن العملية جاءت تنفيذا لأوامر رئيس الحكومة حيدر العبادي وأسفرت العملية عن مقتل نحو 45 مسلحا وتدمير الأهداف بالكامل حسب المعلومات الاستخبارية. العبادي شدد على أن تحدي الانتخابات ليس أكبر من تحدي الإرهاب وأكد أن العراق لا يمكن أن يعود إلى الوراء. وفي كلمة له في النجف أوضح العبادي أن العمليات السياسية الانتخابية في البلاد لا يجوز أن تصل إلى عملية تزوير إرادة الناخبين وأكد العبادي أهمية تشكيل حكومة قوية مدعومة من البرلمان للحفاظ على ما تحقق من انتصارات وتوفير فرص عمل في البلاد. هذا وقد التقى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي زعيم تيار الصدر مقتدى الصدر في مدينة النجف ويعتبر اللقاء الأول بينهما منذ إعلان الصدر وهادي العامري رئيس تحالف الفتح الذي حلت كتلته في المركز الثاني في الانتخابات تحالفهما في الانتخابات. معنا من العاصمة العراقية بغداد مدير مكتب الميادين هناك عبد الله بدران. عبد الله سأبدأ من هذا اللقاء يكتسي أهمية كبيرة بين رئيس الحكومة وسيد مقتدى الصدر، ما الذي رشح عن هذا اللقاء وأهمية أيضا وتبرز لنا أيضا المواقف التي خرجت من رئيس الحكومة في مدينة النجف؟ نعم رامي، هذا هو اللقاء الأول بين الرجلين بعد إعلان التحالف بين سائرون والفتح. طبعا يتوقع أن تكون هناك كلمة للرئيس العبادي، لكن ليس متوقعا وليس أكيدا حتى هذه اللحظة إن كان هناك من إعلان للتحالف بين ائتلاف النصر والائتلاف الذي يقوده السيد مقتدى الصدر ائتلاف أو تحالف سائرون، خصوصا وأن هذا اللقاء جعل هامش زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لمناسبة احتفالية تأبين أحد قيادات الحشد الشعبي في محافظة النجف الأشرف جنوب العراق، وبالتالي بانتظار ما سيرشح هذا اللقاء من بيان. طبعا الإطار العام في الحوار هو موضوع العد والفرز اليدوي وما أقره القضاء العراقي عبر المحكمة الاتحادية العليا، هذا من جهة. من جهة أخرى يتوقع أن يكون هناك تعليق حول دعوة العبادي لقيادات وللكتل السياسية الفائزة
نسبيا في هذه الانتخابات لحضور ما يعرف بالمؤتمر الوطني أو الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الوزراء العراقي الذي يراد له أن يكون كاجتماع مؤتمر وطني عراقي حفاظا على الوضع السياسي العراقي وكجزء من دور السلطة التنفيذية من جهة ودور سياسي للعبادي بصفته رئيس لائتلاف النصر على اعتبار أن التيار الصدري أعلن صراحة أنه لم يتلقى دعوة رسمية لحضور هذا المؤتمر الذي دعا إليه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للقوى السياسية الفائزة في الانتخابات مع حديث سياسي طبعا عن اختلاف وجهات النظر لجهة التحالف ما بين ائتلاف النصر وسائرون وأن هناك بعض العراقيل التي كانت سببا في عدم توصل الطرفين لاتفاق أو تحالف بينهما حسم الوضع بالتحالف بين الفتح بقيادة العامري والسائرون سائرون بقيادة الصدر. هذا طبعا هو أبرز ما يمكن حتى هذه اللحظة تأكيده من وربما عبد الله يعني هناك الكثير من يعني ما ينقل عبر الصحف أو وتنسب لمصادر بأنه اليوم سيكون يوم المفاجآت تتويجا لهذا اللقاء بين رئيس الحكومة حيدر العبادي وسيد مقتدى صدر لا ندري وفي ذات الوقت نسمع تصريحات من رئيس الحكومة بنجف يقول لن أكون شريكا في تزوير إرادة الناخبين ولا في حكومة محاصصة وهذا أيضا يفتح الباب للتحليل وفهم مثل هكذا تصريحات ربط أيضا موضوع الإرهاب قتال تنظيم داعش والانتخابات هل له دلالة بعينها؟ التعليق الذي صدر من رئيس الوزراء خلال الكلمة التي ألقاها في الحفل التأبيني بمحافظة النجف الأشرف رامية كان فيه أكثر حدة وأكثر وضوحا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لجهة العملية الانتخابية وما شابها ربما الأكثر وضوحا والأعلى صوتا لجهة ضرورة عمليات عد وفرز وضرورة أن لا يكون هناك أي شاهد زور على ما حصل من عملية انتخابية واعتبر العبادي أن ضرورات الحفاظ على البلد أهم من أن تكون هناك كتلة نيابية تحاول الحصول حسب تعبيره على منصب ومسعى قوى سياسية للحصول على منصب عبر المحاصصة وبالتالي هي محاولة لقطع الطريق أمام أي قوى سياسية تحاول أن تفاوض خلال الاجتماع الذي دعا له العبادي لأن تتحصل على حقائب أو على مواقع سيادية وغير سيادية ضمن التشكيلة الوزارية المقبلة كرسائل يرسلها العبادي في أكثر من مناسبة لكنها اليوم هي الأعلى وطبعا أكثر وضوحا عبر خطابه الذي ألقاه هذا من جهة أخرى اعتبر أن ما حصل ليس أكبر من تحدي داعش على اعتبار أن العراق قاتل لثلاث سنوات لاستعادة كامل ترابه من مسلحي التنظيم الذي أعلنوا قيام هذه الدولة التي أرادها التنظيم في شمال وشمال غرب العراق وبالتالي هذا التحدي يمكن تجاوزه وقد حسم عبر المحكمة الاتحادية على هذا الأساس عدة رسائل بعثها الرئيس العبادي حتى قبل ذهابه إلى الحنانة حيث مقر الصدر في محافظة النجف الأشرف جنوب العراق بانتظار ما سيرشح عن الرجلين قد يكون هناك مؤتمر هذا المؤتمر بناء على ما سيتم التوصل له بين الرجلين من تفاهمات قد ينتج إعلان تحالف بين الرجلين أو قد يكون هناك تفاهمات ومشتركات وقاعدة مشتركات بينهما لكن الأكيد أن هناك دعوة ستوجه لسائرون وللفتح لحضور الاجتماع الذي دعا له رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. طيب عبد الله في شأن الميدان ما له علاقة بهذه الغارات التي استهدفت اجتماعا لقيادات في تنظيم داعش في ريف دير الزور هل من تفاصيل أخرى؟ قبل أيام رامية كان هناك اجتماع بين قيادة العمليات المشتركة وقيادة الحشد الشعبي بعد أيام من الضربة التي تعرض لها إحدى فصائل المقاومة تعرضت لها في الداخل السوري كان هناك اجتماع بين قيادة الحشد الشعبي وقيادة العمليات المشتركة وأعضاء من لجنة التنسيق الرباعية تحدث فيها ضباط وممثلي الجانب السوري عن معلومات عن وجود حركات لمسلحي داعش وتحركات كبيرة في المنطقة الحدودية وما بين الحدود السورية بالاتجاه صوب تل صفوق العراقي هذه الاجتماعات بهدف تفعيل دور لجنة التنسيق الرباعية من جهة أي التعاطي مع المعلومات الأمنية والاستخبارية لتنفيذ ضربات وللتحرك عسكريا لاستهداف حركة مسلحي التنظيم حسب معلومات الميادين المراقبة امتدت لحوالي 20 يوم من قبل خلية الصقور لتحركات مسلحي التنظيم ومقاطعة هذه المعلومات مع المعلومات التي قدمها الجانب السوري عبر غرفة التنسيق الرباعية المتابعة من
خلية الصقور الاستخبارية حصرا، وعلى هذا الأساس عرف أن عسكري منطقة الجزيرة عند الحدود العراقية السورية، وكذلك ناقل بريد مسؤول تنظيم داعش أو زعيم التنظيم، وكذلك عدد من القيادات بينهم مسؤولي ملفات الحرب في الجانبين العراقي والسوري، خلايا التنظيم في العراق أو تواجد التنظيم العسكري في الجانب السوري. على هذا الأساس 45 شخص يتوقع أنهم قتلوا خلال هذه الضربة التي هي عبارة عن غارة على 3 أهداف في منطقة هجين السورية، قتل فيها 8 من أبرز قيادات التنظيم الذين رصدوا عبر خلية الصقور الاستخبارية العراقية، و45 من حماياتهم وأعضاء ومسلحي التنظيم الذين يتواجدون في تلك المنطقة، والذين يتوقع أنهم عسكريا وشرعيا مسؤولين عن الحدود العراقية السورية، وهم الذين يحركون خلايا التنظيم التي تحبط عادة هجماتها عبر وجود مدفعية الحشد الشعبي في تلك المنطقة. كل الشكر لك عبد الله بدران مدير مكتب الميادين في بغداد على مروحة المعلومات والمعطيات التي وفيتنا بها مباشرة من العاصمة العراقية. قرر مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات العراقية إجراء التحقيق الإداري بشأن حادث الحرق الذي تعرضت له مخازن حفظ صناديق الاقتراع، كما تم التباحث بشأن متطلبات عمليات العد والفرز اليدوي وفق مقتضيات القانون، بالإضافة إلى الإعاز لجميع القضاة المنتدبين في المحافظات وتهيئة الأماكن المخصصة لإجراء العد والفرز اليدوي، مع ضرورة التأكيد على الجانب الأمني المتعلق بحماية مواقع التخزين. في اليمن استشهد 7 أشخاص بينهم 4 أطفال وامرأتان جراء غارة للتحالف السعودي في الظاهر جنوب غرب صعدة. وفي الحديدة تتواصل المواجهات بالقصف المدفعي المتبادل بين قوات الجيش واللجان الشعبية المتمركزة في الناحية الشمالية الشرقية لمطار الحديدة من جهة، وقوات التحالف السعودي المشتركة المتواضعة في الناحية الجنوبية الغربية للمطار. هذا وقد شهدت المدينة موجة نزوح جديدة جراء غارة التحالف السعودي على المنازل. معنا من الحديدة الباحث السياسي سيد عبد الغني الزبيدي، مرحبا بكم سيد الزبيدي. بداية، هل لك أن تضعنا في حقيقة الوضع بالنسبة لميناء الحديدة، مطار الحديدة وفي داخل مدينة الحديدة؟ أولا أنا في الآن وصلت إلى صنعاء، يعني لتصحيح المعلومة، أنا كنت في الحديدة والآن أنا موجود في صنعاء للمصداقية، للتأكيد المصداقية. شكرا جزيلا لهذا التصحيح. وبكل الأحوال وأنت قادم من الحديدة، كيف يعني تركتها للحديدة؟ آخر المعلومات حول الميناء، المطار والواقع في داخل المدينة. طبعا فيما يتعلق بالمعارك لا تزال في مناطق متعددة جنوب الحديدة، هناك يعني ربما محاولات لاستدراك ما تم فقدانه خلال الأيام الماضية من قبل قوات العدوان والمرتزقة الذين يصاحبونهم. اليوم هناك أيضا يعني معارك نوعية تمت على الشريط الساحلي، ربما امتداد من جنوب الحديدة وحتى حدود الخوخة، في أكثر من منطقة شهدت معارك شرسة، وهناك محاولة من قبل التحالف لإبعاد الجيش واللجان الذين قطعوا تلك الطرقات أمام أي إمدادات آتية إلى القوى المحاصرة في مناطق الفازة والنخيلة وجنوب مطار الحديدة. موضوع المعارك العسكرية لا تزال بين كر وفر، يعني لا يوجد هناك حسم فعلي من قبل أي قوة موجودة، وهناك سمعنا عن تعزيزات عسكرية بشرية أتت إلى قوى العدوان والتحالف من عدن، وهذا يدل دلالة كبيرة جدا أنهم فقدوا أعداد كبيرة جدا من قواتهم وأفرادهم خلال المعارك الأيام الماضية. فيما يتعلق بالحديدة كمدينة، توجد هناك ربما ثبات ووجود لكثير من الأسر القادرين على المواجهة والصمود وتحمل ربما المعاناة. الكثير من الذين ربما نزحوا من الحديدة هم أولئك الذين ربما ظروفهم غير قادرين على البقاء وعلى الصمود، لأنه كثير من المواد الغذائية كان هناك ربما شح في بعضها، إلا أن الكثير منهم بدأوا ينزحون نتيجة للتخوفات والتصريحات الإعلامية والتهديدات، لأنه هذه مسألة مهمة. حالة النزوح إلى أين تتم سيد زبيدي؟ وأنت أشرت لحالة التصريحات سنتحدث عنها في سياق تصريفها في المقبل من الأيام، ولكن حالة النزوح هذه إلى أين تتم؟
طبعا في اولا حاله النزوح اتيه لان هناك تهديد جدي وفعلي لضرب المساكن والسكان في الحديده. هناك تصريحات تحاول قوى العدوان ان تبعث بها الى المواطنين بانه وانتم تسمعون عن موضوع تواجد قياده الجيش واللجان الشعبيه بجوار المساكن. هذا تمهيد لان عمليات عسكريه ربما ستكون قادمه لضرب عند الفشل العسكري. تلجا هذه القوات لقصف المدنيين والمساكن والسكان بحجة أن هناك يعني من الجيش واللجان أو ما يسمونهم بالحوثيين. فيما يتعلق بموجة النزوح وإلى أن تتم معروف أنها تتم إلى صنعاء وإلى مناطق سيطرة الجيش واللجان الشعبية، وهي وصلت فعلا إلى صنعاء وإلى بعض المحافظات المجاورة كمحافظة ريمة ومحافظة المحويت ومحافظة حجة المناطق المتاخمة لحديدة. ثم إن المسألة المهمة جدا وهو دليل على أن القوات التي الغازية ومن معها من القوات التي تريد أن تسيطر على الحديدة لم تجهز على الأقل، وهي تتحدث عن أنها ستقوم بمساعدات إنسانية وعن تتحدث عن أساطيل يعني المساعدات لتقديم العون الإنسانية، بأنه لم تقدم حتى الآن مخيم لجوء واحد في المناطق المسيطر عليها، مثلا لا في الخوخة ولا في المخا، وهي مناطق يعني متاخمة الممتد إلى الحديدة. تبدو الجبهة قياسا بالأيام الأولى للمعارك هادئة بشكل أو بآخر، هل هناك ما يفسر ذلك أو البعض ربطها بأنه في مؤشرات لربما أو مساحة للعمل، خصوصا في حديث بأنه سيتم تسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة؟ ما دقة ما يتم طرحه وإلى أي حد الهدوء الذي نراه قد يدفع بأنه في عمل دبلوماسي ربما بالنسبة للتعامل مع كل الأطراف؟ أنا شخصيا أكاد أجزم أن العمل العسكري كان هناك محاولة فعلا جدية بالدفع بتحقيق إنجاز عسكري، لأن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أعطت مساحة ربما للموافقة أو شرطا للموافقة بأن يكون هناك تقدم سريع وحاسم، ولكن البطولات التي قدمها الجيش واللجان وأبناء الحديدة وأبناء القبائل في صد هذا العدوان المندفع والمتهور الذي تابعناه عبر الكثير من الضربات الموجعة وتقطيع أمصال هذه القوات المندفعة من الشريط الساحلي. والمعارك أيضا اليوم تتم في أكثر من منطقة ولكنها محدودة، هناك غارات محدودة جوية تعتمد عليها قوى التحالف وقوات العدوان. هل هناك ما ينبئ بأنه بالفعل الميناء سيتم تسليمه للأمم المتحدة وبأنه في موافقة بالنسبة لحركة أنصار الله أو التفاوض على هذا الإطار؟ في ما يشي بذلك؟ أنا أقول أنه لا توجد مؤشرات على الأقل. أنا التقيت بقيادات الدولة الموجودين في محافظة الحديدة ومنهم قيادات في الميناء، لم يؤكدوا هذا الموضوع ولم يبلغوا على الأقل، لأنه إذا كان هناك مفاوضات فهي ربما لا تزال بعيدة، ولكن ليس لتسليم الميناء. هناك أنا الطرح الذي سمعته أن هناك يكون إشراف على الموارد المالية على اعتبار أن هذه الموارد التي تخرج من الميناء وعلى أساس أن تسلم للبنك المركزي أو مصرف صنعاء على اعتبار أنه يتم تجميعها وإضافة ما نقص منها لتسليم المرتبات للمواطنين للموظفين. وهذا بكل الأحوال ربما يكون إذا كان صحيح مؤشرات لتحرك ربما أو تحريك المشهد ربما لجهة المحادثات أو المفاوضات. أشكرك جزيل الشكر سيد عبد الغني الزبيدي، أنت الباحث السياسي إذن كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة اليمنية. معاناة تفطر القلوب، هكذا اختصرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ما يعيشه أهالي الحديدة. ملك خالد، وجه هذا العجوز اليمني يحسم الاحتمال في قصيدة الشاعر المصري أمل دنقل لا تصالح، فالحرب تثقل القلب حتما. قلبه ثقيل كقلب رفيقته في المعاناة، المعارك شردتهما ليصيرا رفاق نزوح قصري في إحدى مدارس الحديدة التي أصبحت منازل بديلة ومؤقتة لنحو 5000 عائلة نزحت من مناطق المعارك المحتدمة بين ميناء المحافظة ومطارها. صدق الصادق خرجت ولكت حتى أولادي وبني بني ولكتي. وعندما رأينا هذا القصف العشوائي الذي يبهز المواطنين في محافظة الحديدة وعندما رأينا هذا القصف حاولنا أن نلجأ وننزح. المساعدات الإنسانية التي تصل الحديدة قليلة، فميناؤها الحيوي لدخول المواد الأساسية إلى البلاد عبر سنوات الحرب الماضية قصف وتوقفت أعمال الملاحة فيه، وما يصل فعلا من مساعدات بالكاد يغطي حاجات النازحين. نعمل على توزيع مواد إيوائية من فروش وبطانيات ومواد مطبخ
ومستلزمات متكاملة. نجح بضعة آلاف فقط من سكان الحديدة الذين يقدرون بأكثر من نصف مليون يمني في ترك المحافظة، فيما الباقون يواجهون تحديات على مدار الساعة، فإضافة إلى القصف المتواصل ليلا ونهارا، لا ماء ولا كهرباء، وإمكانية التنقل تقل يوما بعد يوم، وحتى النزوح يصير مكلفا أكثر مع الوقت إذا ارتفعت كلفة وسائل النقل نظرا لخطورة الأوضاع. وقطعوا علينا الماء وقطعوا الكهرباء ما بش. كل هذه التحديات يفاقمها طقس الصيف الحارق، الحرارة تلامس 40 درجة مئوية هذه الأيام في الحديدة، ما يخلق بيئة مثالية للأمراض، وأخطرها الكوليرا التي تطلق التحذيرات يوميا من انتشارها بسرعة البرق في مثل هذه الظروف. شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن تظاهرة حشيدة أمام السفارة السعودية والبيت الأبيض احتجاجا على ممارسات السعودية في اليمن وسياساتها الإقليمية. أحمل المتظاهرون السعودية مسؤولية سقوط آلاف المدنيين في اليمن نتيجة للحرب والحصار، مطالبين الإدارة الأمريكية بوقف دعمها العسكري للرياض. محمد كريم. هو المشهد أمام السفارة السعودية في واشنطن، تنديد بالسياسة الإقليمية في شن الحرب على اليمن، وإقدام السلطات السعودية على تجريف ومحو آثار المعالم الدينية في البلاد بشكل عام والبقيع على وجه خاص، كان حافزا لهذه التظاهرات السنوية في الولايات المتحدة. 1 مليون شخص أصيبوا بالكوليرا، عشرات الألاف قتلوا، وأكثر من 80% من اليمنيين بحاجة لمساعدة عاجلة. السعودية هي المسؤولة بشكل أساسي عن هذه الكارثة. السعودية تمثل داعش وبوكو حرام والنصرة والقاعدة، ولا تمثل أكثر من مليار مسلم يعتنقون هذا الدين المتسامح. من أمام السفارة السعودية كانت البداية، ليستقر بعدها المحتجون أمام البيت الأبيض بهدف الضغط على إدارة ترامب لوقف دعمها العسكري للسعودية وإبراز ما يحصل في اليمن من مآسٍ. إذا ما استمرت حكومتنا في بيع الأسلحة فإننا نساعد على قتل المزيد من الأبرياء، وهذا لابد أن يتوقف. إذن هي مطالب بإنهاء سياسة الحرب والتجويع فورا، سياسة تستهدف أطفال غزة، والتي حضرت بشعارات مؤيدة للفلسطينيين في التظاهرة التي شارك فيها محتجون قدموا من مختلف المدن الأمريكية وسط إجراءات أمنية مشددة. حرص الإدارة الأمريكية على إظهار عدم تراجعها عن التزاماتها تجاه دول الخليج، ومحاولة الرياض إظهار صورة عصرية منفتحة لم تمنع الحقائق المرتبطة بالحرب على اليمن وهجمات 11 أيلول/سبتمبر لهؤلاء المتظاهرين. محمد كريم، واشنطن، الميادين. ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأردن أثناء زيارة الأخير إلى عمان يوم الاثنين الماضي. الصحيفة أكدت لقاء بن سلمان بنتنياهو في القصر الملكي الأردني على هامش زيارة صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر لإسرائيل والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، كما نقلت عن مصادر خاصة تأكيدها وجود اتصالات مباشرة بين الطرفين السعودي والإسرائيلي سواء تحت رعاية العاهل الأردني أو من دونه. صحيفة هآرتس الإسرائيلية أشارت إلى أن صفقة القرن لا تتضمن إخلاء إسرائيل أي من المستوطنات التي أقامتها في الأراضي الفلسطينية بعد عام 67. وبحسب التسريبات تبقي الصفقة البلدة القديمة في القدس والمسجد الأقصى تحت الاحتلال. سارة الحاف. عن دولة فلسطينية منقوصة تتحدث التسريبات الأخيرة عن صفقة القرن المزعومة للسلام، دولة من دون جيش أو أسلحة ثقيلة مقابل حزمة من الحوافز المادية الضخمة الممنوحة من السعودية ودول خليجية أخرى. هذا ما نقلته صحيفة هآرتس الإسرائيلية. المعلق العسكري في الصحيفة عموس هرقال نقل أن الأمريكيين سيقترحون على الفلسطينيين أبو ديس كعاصمة لا شرقي القدس، مقابل انسحاب إسرائيل من 4 أو 5 قرى شرق القدس المحتلة وشمالها كشعفات وجبل المكبر والعيسوية وأبو ديس، مع إبقاء البلدة القديمة والمسجد الأقصى تحت الاحتلال الإسرائيلي.
الخطة الأمريكية إذن لا تطالب إسرائيل بتقديم شيء باستثناء الانسحاب من الأحياء الأربعة أو الخمسة، بل تحرص على عدم المس بأي من المستوطنات الإسرائيلية داخل الجدار الفاصل وخارجه على السواء. لا يتم إخلاء المستوطنات المعزولة ولا يتنازل الإسرائيليون بشأن الكتل الاستيطانية، أي لا تتضمن الخطة إخلاء إسرائيل أي من المستوطنات التي أقامتها بعد عام 67 في الأراضي الفلسطينية المحتلة. حتى غور الأردن تبقيه الخطة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. الصحيفة الإسرائيلية قالت إنه على الرغم من أن موعد الإعلان عن الصفقة ليس معروفا، إلا أن التفاصيل التي يجري تسريبها عمدا تهدف على ما يبدو إلى جس نبض الأطراف، وهي تبدو موثوقة، لكنها استبعدت في الوقت نفسه قبول الفلسطينيين بهذا المقترح كنقطة بداية للمفاوضات، لأنه بعيد جدا عن مطالبهم. سنة على تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، سنة قدمت خلالها السعودية صورة جديدة عن نفسها تطغى عليها الصفقات والأموال. غراسيا بيطار. هنا كانت البداية. لكي تفهم سنة بن سلمان الأولى في ولاية العهد عليك أن تبدأ من أمريكا. مطلع آذار مارس عام 2017، دونالد ترامب يستقبل ولي العهد آنذاك محمد بن سلمان في مكتب البيت الأبيض المخصص للرؤساء. بعد 3 أشهر تماماً يعين الملك سلمان بن عبد العزيز ابنه محمد ولياً للعهد في حزيران 2017. أشهر أغدق خلالها الأمير الشاب وعوداً على الإدارة الأمريكية بأنه سيكون قائد المملكة الجديد نحو الإصلاح المنشود، إصلاح لابد أن يصطدم مع الهوية الأساسية التي قامت عليها المملكة والتي تقضي بالتزاوج بين سلطتين سياسية عائلية ودينية قائمة على الفكر الوهابي. سريعاً عبدت الطريق أمام تثبيت سلطة الأمير، حل محل الأمير محمد بن نايف الذي انضم إلى صفوف المعزولين، ومذ ذاك بدأ مشوار ابن سلمان كملك الظل يطلق على نحو متزامن رؤيته الاقتصادية لعام 2030 وحملة اعتقالات واسعة طالت علماء ورجال دين، وما بين الرؤية والحملة حول فندقا فخما إلى سجن كبير حبس فيه العشرات من الأمراء من بينهم أبناء عمومته وكبار رجال الأعمال وأباطرة المال فيما سمي بليلة القبض على الأمراء تحت شعار مكافحة الفساد. انصرف العالم يتفرج على ما سماه كثيرون المسرحية الملكية، حيث الفصول تتابعت مع حملة اعتقال ناشطين حقوقيين من بينهم نساء وفتوحات في المجتمع السعودي كان أبرزها السماح بتنظيم مهرجانات غنائية مختلطة وفتح دور للسينما والسماح للمرأة بدخول ملاعب كرة القدم وقيادة السيارة في القرن 21. وعليه ترتسم سعودية جديدة في السنة الأولى لبن سلمان، سعودية تزاح فيها الوهابية تباعاً من مفاصل التكوين الملكي، سعودية لا يتردد أميرها في شراء لوحة ب450 مليون دولار وإنفاق 200 مليون دولار يومياً لمواصلة الحرب في اليمن. في الحديث عن المملكة القديم منها والجديد تحضر لغة المال بقوة، وفي المال خير حصانة لصفقات القرن كله. متواصلون بتقديم السابعة ولكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد في السابعة من الميادين، والتي نستأنفها من تركيا، حيث دخلت البلاد في فترة الصمت الانتخابي بعد موجة من الاتهامات الحادة بين المرشحين، إذ اتهمها الرئيس رجب طيب أردوغان حزب الشعب الجمهوري بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد قبل عامين. في المقابل احتشد عدد كبير من مناصري المرشح عن حزب الشعب الجمهوري المعارض محرم إنجي. المنظمون قدروا عدد المحتشدين بأكثر من 2 مليون شخص. وفي كلمة له أمام مناصريه وصف إنجي أردوغان بالرجل المتعب والفاقد لرباطة الجيش والذي لا يحترم شعبه. ويقود محرم إنجي مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا معركة انتخابية يواجه فيها الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان، وقد تعهد إنجي بتصحيح المسار السياسي الذي اتبعه أردوغان في حال فوزه بمنصب الرئاسة، مؤكدا إعادة العمل بالنظام البرلماني في البلاد. محمود واثق.
من هيئة التدريس إلى ميدان السياسة. محرم إنجا مدرس الفيزياء السابق مرشح حزب الشعب الجمهوري لكرسي الرئاسة، تدرج في مناصب حزبية عديدة حتى بلغ منصب نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب عام 2014. خصم لدود لسياسات أردوغان الداخلية والإقليمية، ومنافس شرس لا يفوت فرصة من دون أن ينتقد طريقة إدارة أردوغان لتركيا. أعتقد أن الخيار الأفضل في هذه المرحلة لقيادة تركيا هو محرم إنجاح. الرجل يتمتع بخبرة واسعة في السياسة ولديه تلك الكاريزما التي لا توجد لدى غيره من المرشحين، وبالتالي نحن بحاجة إلى شخصية مثله تخرج تركيا من الأزمات الحالية. يتعهد محرم إنجا وهو يحصل على دعم كبير من جماهير حزب الشعب الجمهوري وريث أتاتورك بوضع دستور جديد للبلاد وإعادة العمل بالنظام البرلماني مع التشديد على فصل السلطات والتركيز على نظام تعليمي علماني، ولا ينسى الاعتراف بوجود أزمة مع أكراد تركيا التي يدعو إلى حلها تحت قبة البرلمان، بما يحفظ للأكراد كرامتهم ويبدد مخابف الأتراك. أعتقد أن البرنامج الانتخابي لحزب الشعب الجمهوري مناسب لقيادة تركيا في هذه المرحلة، لكن لا يكفي رسم الخطة ووضع برامج فحسب، بل يجب تنفيذها بالشكل الصحيح. كذلك فإن تحديات جساما سيواجهها الحزب في حال فوزه في الانتخابات، ليس أقلها النجاح في المصالحات الداخلية بين الأحزاب نفسها. الحزب الأتاتوركي الذي ظل بعيدا عن الحكم لفترة طويلة يستعد للدخول إلى المعترك السياسي مستفيدا من أخطاء حكم العدالة والتنمية كما يقول مراقبون، لا سيما تلك المتعلقة بالتعاطي مع الملفات والصراعات الإقليمية، حيث يتعهد الحزب بتصحيح المسار عبر مصالحات مع الجيران. معركة سياسية مهمة تلك التي يخوضها محرم إنجا ضد منافسيه في حدث انتخابي هو الفيصل في تاريخ تركيا الحديث، معركة قد تغير ملامح نظام الحكم في تركيا لسنوات طوال. محمود واثق، إسطنبول، الميادين. يبقى معنا مراسل الميادين محمود واثق منضما إلينا من إسطنبول. محمود، أبرز ما سجل قبل دخول البلاد في الصمت الانتخابي. نعم، يعني البلاد دخلت مرحلة الصمت الانتخابي من الساعة 6 مساء اليوم إلى أن تفتح صناديق الاقتراع أبوابها يوم غد عند الساعة 8. أبرز ما جاء في مواقف المرشحين خلال هذا اليوم الطويل من الحملة الانتخابية والمنافسة الشرسة بين المرشحين، خاصة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومرشح عن حزب الشعب الجمهوري محرم إنجا، حيث اختار المرشحين مدينة إسطنبول التي تعتبر خزان للأصوات الانتخابية هنا في تركيا. تشكل هذه المدينة ما يقارب تقريبا 20% من أصوات الناخبين في تركيا، وبالتالي تم اختيار هذه المدينة في اليوم الأخير من الدعاية الانتخابية من قبل مرشح حزب الشعب الجمهوري، وكذلك الذي نظم مهرجانا انتخابيا حاشدا في الجزء الآسيوي من المدينة. شارك في هذا المهرجان ما يقارب 2 مليون شخص حسب آخر التقديرات. وبالتالي ما الذي يعني هذا الرقم اليوم وقد حضرت كثيرا بالوعود الذي قدمها إنجا؟ ما له علاقة بالسياسة الخارجية، ربط العلاقة مع سوريا، وقال إذا ما فزت يعني أعيد السفير في خلال 10 أيام وأعيد اللاجئين إلى بلادهم. أهمية مثل هكذا وعود بالسياسة الخارجية بالنسبة للناخب التركي؟ بالتأكيد يعني هناك مشروعين متناقضين من قبل المرشحين. هناك مشروع حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ أكثر من 16 عاما، هناك مشروع للمعارضة التركية مجتمعة رغم أن لديها مرشحين في هذه الانتخابات. مشروع المعارضة يتحدث عن المصالحة الداخلية في تركيا، مصالحة إقليمية، وأيضا العلاقات الحسنة مع العالم الخارجي، مع دول الجوار، المصالحة مع الدولة السورية، تعيين السفراء في سوريا خلال 100 يوم في حال فوز حزب الشعب الجمهوري. وبالتالي
تمكين اللاجئين السوريين من العودة إلى بلادهم بعد أن تنتهي الأزمة السورية بشكل سياسي حسب ما تحدث محرم إنجا. إذن هناك مشاكل في الداخل التركي، هناك مشاكل اقتصادية، هناك مشاكل معيشية، وبالتالي يعرف محرم إنجا مرشح المعارضة التركية استخدام أو استعمال هذه الأوراق للتأثير على الناخبين لأن يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع، وبالتالي إحداث تغيير يوم وهو يوم منتظر بالنسبة للجميع. انتخابات توصف في التاريخية بالنسبة لتركيا الحديثة، ربما تكون كذلك، سنتابعها وإياك في يوم الانتخابات بالغد. أشكرك جزيل الشكر محمود واثق مراسل الميادين، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول. نجا رئيس زيمبابوي إميرسون مانانغاغوا من انفجار مجهول المصدر في ختام تجمع انتخابي بمحافظة بولاوايو جنوبي البلاد، أدى إلى وقوع عدد من الجرحى. المتحدث باسم الرئاسة أكد إجلاء الرئيس إلى مقر آمن في المحافظة، مشيرا إلى أن الانفجار وقع بالقرب من المنصة عقب إنهاء الرئيس لخطابه. في أثيوبيا جرح 83 شخصا، 6 منهم في حال حرجة جراء انفجار استهدف حشدا عذرا لمؤيدي رئيس الوزراء أبي أحمد. رئيس الوزراء وصف الحادث بأنه محاولة غير ناجحة للقوى التي لا تريد رؤية أثيوبيا متحدة، وقال إن الهجوم كان مدبرا بطريقة جيدة. ونقلت وكالة رويترز عن أحد الشهود أن شخصا حاول إلقاء قنبلة يدوية على المنصة حيث كان يقف رئيس الوزراء الجديد. خرج عشرات الآلاف من البريطانيين في مسيرة حاشدة انتهت أمام مقر البرلمان وسط لندن، داعين لتنظيم استفتاء للتصويت على أي اتفاق نهائي يتم التوصل إليه لترسيم خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي. منظمو التظاهرة قالوا إن مفاوضات الانسحاب لم تنتهي بعد، متعهدين بمواصلة الاحتجاجات طوال الصيف لزيادة الضغوط على المسؤولين البريطانيين. وتأتي التظاهرة بعد عام على استفتاء بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي. على الشعب أن يقول كلمته في الاتفاق النهائي مع بروكسل، هذا ما طالب به عشرات الآلاف البريطانيين في مسيرة حاشدة في شوارع العاصمة البريطانية. التظاهرة شاركت فيها مختلف الشرائح البريطانية من سياسيين وعمال وأطباء ومعلمين وغيرهم، اعتبروا أن البريكزيت ليس أمرا حتميا بل يمكن التراجع عنه. إذا لم يصغ السياسيون إلى صوت الشعب فهم لا يستحقون أن يكونوا في السلطة، فالشعب يريد استفتاء آخر حول البريكسيت وعليهم أن يستمعوا إليه. المتظاهرون الذين قدموا من مختلف أنحاء البلاد، حتى أن بعضهم جاء من أوروبا، رفعوا شعارات وينستون تشرشل تذكر البريطانيين بأنهم حاربوا من أجل أوروبا. فمعسكر البقاء في الاتحاد الأوروبي يقر بنتائج استفتاء عام 2016، لكنهم يؤكدون بأن الشعب البريطاني لم يصوت على طبيعة الخروج ما إذا كان قاسيا أو ناعما، كما لا يريدون لحكومة أو أقلية سياسية أن تحدد مصير شعب بأكمله. أنا هنا لأقدم الدعم لأوروبا ولأبرهن أن الكثيرين من البريطانيين يدعمون البقاء في أوروبا، ونحن لا نريد مغادرة أوروبا لأن في ذلك تداعيات سيئة على الاقتصاد. بالتأكيد إن الاتفاق السيء مع بروكسل سيؤدي إلى اضطرابات كبيرة. على سبيل المثال، زوجي يعيش على دواء ليبقيه على قيد الحياة، وإذا حصل أي اضطراب في العلاقة مع بروكسل فإن حياته معرضة للخطر. رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي كانت استبعدت إجراء استفتاء ثان حول البريكزيت، علما أنه من المتوقع أن يصوت البرلمان على الاتفاق النهائي للبريكزيت في خريف العام الحالي، في ظل مخاوف من تفضيل معسكر البريكزيت عدم الاتفاق من الحصول على صفقة سيئة مع بروكسل. يقول هؤلاء المتظاهرون إن البرلمان لم يستطع أن يفرض على الحكومة إعطائه صلاحيات تخوله نقض أي اتفاق مع بروكسل. عجز البرلمان دفعهم إلى الخروج بكثافة في الذكرى السنوية الثانية للاستفتاء على البريكزيت لتكون عبرة وانطلاقة نحو المزيد من الضغوط على حكومة تيريزا ماي لتقر بأحقية الشعب في قول كلمة الفصل في الصفقة النهائية مع بروكسل. مستسرور لندن، الميادين.
يبقى معنا مراسل الميادين موسى سرون منضما إلينا من لندن. موسى، مجددا هذا العام يخرج المتظاهرون البريطانيون هذه المرة تحت عنوان تحديد العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بعد الخروج من هذا الاتحاد بالنسبة لبريطانيا. ما أثر هذه التظاهرة على القرار في لندن؟ يعني اعتقد ان تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية في موقف لا تحسد عليه. هناك يعني بعد مرور عامين على الاستفتاء الذي حصل عام 2016، هناك الانقسام ما زال قائما بين البريطانيين. في الوقت الذي يتظاهر فيه عشرات الالاف، هناك تقديرات بان العدد وصل لاكثر من 100,000 اليوم في تظاهرة اليوم في شوارع لندن. هناك ايضا من يطالب، يعني هذه التظاهر التي طالبت باستفتاء شديد حول بأن يكون للشعب كلمة الفصل في الصفقة النهائية مع الاتحاد الأوروبي. هناك في المقلب الآخر المعسكر المؤيد لمغادرة الاتحاد الأوروبي وعلى رأس بوريس جونسون وليام فوكس. كتب بوريس جونسون في صحيفة دي سان بأنه يحدد تيريزا ماي من البريكزيت الفاسد أو البريكزيت الذي لا نهاية له. وفي المقابل أيضا يعني ليام فوكس ومن صقور حزب المحافظين يقول بأنه إذا لم تتوصل بريطانيا إلى اتفاق جيد ستغادر، أو ربما لم يكن هناك أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. إذن ليست المعارضة فقط من تشكل ضغطا على تيريزا ماي، نحن نتحدث عن داخل أيضا، يعني من يحكم بالنسبة للمحافظين في انقسام ولا توجد رؤية واحدة. نعم، يعني حتى هناك يعني بعض النواب قالوا لي أن ما يحصل عمليا، يعني هذه مسألة المفاوضات أو البريكزيت بذاتها هي انقسامات بين المحافظين، من يؤيد ومن يعارض. يعني المحافظون هم من يصرون على لعبة المفاوضات إذا صح التعبير. هناك انقسام في حزب المحافظين وتحديدا حتى في مجلس الوزراء، انقسام خروج ناعم كما يقال وخروج قاسم. نعم. لا يريد أي علاقة تحديدا في مسألة الاتحاد الجمركي ومسألة السوق الأوروبية المشتركة. هناك مشاكل جوهرية في هذه المسألة. نعم. تحديدا تعلق بالحدود، يعني انسحبت بريطانيا من الاتحاد الجمركي، سيكون هناك حدود ربما بين الشمال ايرلندا وايرلندا، وهذا بالتاكيد سيؤثر على السلم الاهلي. نعم، والوقت ليس في صالح بكل الاحوال تيريزا ماي لانه الاستحقاق قريب جدا. اشكرك جزيل الشكر موسى سرون مراسل الميادين، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمه البريطانيه. تزهو مدينة دير البلح وسط قطاع غزة المحاصر بتاريخها وأثارها. دير القديس هيلاريون الذي تم اكتشافه في تسعينيات القرن الماضي خير دليل على أصالة المدينة. لنا شاهين. من القرن الرابع الميلادي يفتح دير القديس هيلاريون نافذة التاريخ، واليوم هو مجرد حجارة تخفي وراء صمتها قصة حضارات ماضية تشهد على عراقة غزة. فوق تل مرتفع بنى القديس هيلاريون صومعته للتنسك والتعبد فيها، بعد أن تعلم الرهبنة على يدي مؤسسها أنطونيوس في صحراء مصر. ذاع صيت هيلاريون وزادت شعبيته، فاشتدت عليه وطأة الرومان، وما كان أمامه من خيار سوى الفرار. الإمبراطور جيليان حاول قتل القديس هيلاريون، ولكن هيلاريون هرب على قبرص ومات هناك، ولكن تلمذ على يديه اللي هو 400 شماس جابوه هنا على موقع القديس هيلاريون أو موقع تل معامر ودفنوه في المكان هنا. تحدت الطبيعة والزمان والإنسان على الدير، وبالرغم من ذلك بقيت أجزاء كبيرة منه حاضرة تدلل على أصالة ماضيه. سور خارجي يحتضن الدير الذي أقيم على مساحة 20 دنما، تنوعت فيه وتعددت الأنماط والأشكال المعمارية.
قسم العبادات موجود فيه عندنا ثلاث كنائس والدماس وحوض التعميد، والقسم الثاني اللي هو الحمام، والقسم الثالث اللي هو الفندق. الحمام تقريبا لو أعدنا ترميمه ممكن نعيد استخدامه كمان، لأنه من ثامن حمامات على العالم بالارتفاع، ارتفاعه 2 متر يعني بالكامل. صالة المغطس موجودة زي ما هي، صالة الانتظار زي ما هي. مع قدوم السلطة الفلسطينية اكتشف الدير وباشرت فيه بعثة فرنسية أعمال التنقيب، لكنها عادت أدراجها لتبقى غالبية الدير مطمورة بالرمال تنتظر زمنا يأتي بلا حصار وبوفرة من الإمكانات المادية. لن شاهين غزة، الميادين. بهذا نصل إلى ختام السابعة، نذكركم بعناوينها. موسكو تؤكد صد الجيش السوري وفصائل مسلحة هجوماً كبيراً للنصرة في المنطقة الجنوبية. غارات عراقية على اجتماعات قيادية لداعش في ريف دير الزور، والعبادي يؤكد أن تحدي الانتخابات ليس أكبر من الإرهاب. صحيفة معارف الإسرائيلية تكشف عن لقاء جمع بن سلمان ونتنياهو في عمان، وتواصل التسريبات حول صفقة القرن. تركيا تدخل الصمت الانتخابي بعد سجالات عنيفة بين إردوغان ومنافسه عشية يوم الاقتراع. تابعنا في السابعة دير القديس إيلاريون، كنز أثري يخفي قصة حضارات تشهد على عراقة التاريخ في غزة. دائما المزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين، تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت الميادين.net، إضافة إلى موقعنا باللغة الإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. نشرة جديدة على رأس الساعة هذه المرة مع زميلة سلمى الحاج. إلى اللقاء.